صاحب واحد بزاف عليك. هذا ما نقولكم يا وليداتي، وتهلاو في رواحكم. تبقى راخي الحاجة، تهلي في روحك. كي سلامة. سيداتي سادتي، هنا تنتهي حلقة مطاف اليوم، نراكم غدا إن شاء الله. وداعا حميدوفيش. حصاي الحاجة. شكرا زميلي على هذا الفيديو الرائع جدا 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 جدا. خربت فيا دروك، بغيت نوضني، بغيت نوض حميدي هضر دروك. صداقة، هاو صداقة، صداقة يعني راني على الصحبة. صداقة يعني الناس اللي تمشى مع بعضها بعض. وراه وقت بكري، وراه وقت بكري. قالك واحد الخضرة واحد شيباني فيو وده خالط بزياف، عنده ديك تاع مخالطة وكوش. قال لها روح عاودي الخلطة تادي أزعط وتولي. تعرفوها هذه؟ تعرفوها تاع الخلطة تادي؟ هذاك الشيباني شي يقول لوده؟ شي يقول له الشيباني يكذب خروف ذبحه ولواه في درة في كنت انا بيضة. وقال له اروح اولدي اروح اروح نقول لك اروح. قال له على بالك بلي عندك انت اصحابك بزاف وكوش، روح عندهم قول لهم بلي باق اقتل واحد وجوا عاونونا. قعد اللي روح عنده يقول له باق اقتل، ها باق اقتل، يبلع الباب. واحد قال له باق اقتل نقص من فوق من باطيمه ما خاطريه. واحد ما يجيش معاه. قال له شتا ولدي هادي قلت لك خد تاعتي ازعطوط ولدي. قال انا في حياتي كاع اللي فوتها عندي غير صاحب واحد. قال روح عندي صاحبي عند قدسي بومدين قول له باللي باق حميد ركت الواحد. وقال لك ارواح نشوفو كي نديرو له، راه مكتف ومغسل. وينو داك مسكين قدسي بومدين داك شيباني ورايح معاه، رايح مع وده، رايح رايح رايح. وصلوا مالك؟ قال له هاني هنا صاحبي خيمه كبيره لما كليتش تبات برا هاني هنا. قال له سي قنتيني دابح واحد وكات له وما بقيتش كي ندير له ندفنه. قال له انا ندفنه، انا نتحمل المسؤوليه على صاحبي. ها الصحبه وها الرجال، ها الرجال كي دايرين. قال له والله لبت عندي اليوم ودخلوها غير مشوي اما شوي وكاشوش وعبد النخله وكاع اصحابنا تما وديروا اللمه مجيد كلش. عليها خرجت من تما تاع الزعطوط ودي خلطه تاعتي سمعتوا. وبدون اطاله زملاء المشاهدين للاستديو نترككم مع موضوع الثاني وجبنا في الفيتيار. هذا زميلنا، هذا زميلنا برو على السعطوط تعديه وخطه ولدي. يا تفضل زميلي. سيداتي سادتي اهلا وسهلا بكم. الحاج الحاجه كي راكو دايرين في هذه الامسيه رانا نسمعوا في واحد الحصه معليش. اليوم غادي نحكي لكم واحد الموضوع تاع الموضوع الاسراف. بار اكزومبل واحد يكون عنده 100,000 وعنده صوالح في الدار ويروح يصرفها ويقعد غدوه بلاش. لنرى معكم اراء المواطنين. راه معنا واحد المواطن. السلام عليكم. السلام ورحمه الله تعالى. راك معنا في اخبار لا اخبار. اخبار لا اخبار هذه وين تفوت هذه؟ هذه راه تفوت كل يوم. كل يوم سامع ليش نولوا الموضوع تاعنا. نسقسيك. سقسي اسم كيسموك انا قاتشي قاتشي قاتشي. السن السن 66 سنه. ويا معليش سقسيك. سقسيني. شو تقول على الاسراف؟ شكون هو هذا؟ شو إسراف؟ إسراف تبذير 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 تبذير. شوف فيما يخص التبذير أنا الحق تعرف بي أنا التبذير ما نعرفاش صحيح. إذا ما كنش هو يعرفني، هو يعرفني التبذير، هو تبذير يعرفني أو يعرفني هو أنا ما نعرفاش هو يعرفني. شتقول شتقول عليه هدر عليه هدر عليه. أنا ما جايش هدي أود عمي واحد غايب نهدر فيها أنا هذي ما تعلمتهاش أنا. شتقول الإسراف الإسراف الناس اللي تبدر تكون عنده درام في جيبه وعنده صوالح في الدار ويروح يكملهم. شاي هذا هو الاسراف. شوف 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 سي الاسراف. الاسراف حاجه مش مليحه.
يا كان عندك فاريكزون تكون ترش هكا برا في الزوقة والله ما ت ما ت ما ت ما ترش بزاف الماء والله ذي صحيح. شكرا شكرا ما عطيتنا حتى افاده بصح معليش روح شكون دير كنت تلعب بالتيو كنت نسقي نسقي تربح لا باس معليش نسقسو واحد اخر معليش معليش اخي اخي المواطن ارواح السلام عليكم. ها السلام عليكم. السلام ورحمه الله كيراكم راك تزيان واش يقرا فيه صحيت 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 تيلي تو ما عرفتكم تيلي واتيلي هذه اخبار لا اخبار اخبار لا اخبار اخ ها اخ ارواح ارواح سيدتي نعتذر على الخط البتي خط البتي خط البتي علاش خفت شرت انت قلت لي اخ فحت لك الاخ زعما انت اخويا هذا ما كان انا نفسي قلت لي اخ العساس زعما اخ هي اخويا هي انت اخويا هذا ما كان هي اخويا عطيني 100000 وبعد ردها لك بسيف شوا 100000 قلت لي انت اخويا صح معليش نعطي اخويا 100000 صح غير كمل لي هذه الحصه ونعطي اخويا 100000 نعاود نولوا اخواني مشاهدينا مشاهدات الاسم اخي انا سموني محمد محمد سموه محمد محمد السن السن ها هي مشي دوريجين الدروس قاع مشوشين وحنا لي زالجيري عندنا انت بقاطع لا يا صاحبي لا شحال عمرك عمرك كيف ما فهمتش شحال عندك 50 لا واه لا 60 70 لا 80 لا واه 90 100 ياه 104 شو 235 شك تقول 627 ياه 800 هات ليك 900 وليش في كلمتك صح معليش نسقسيك معليش نسقسيك شو تقول على الاسراف انا جاي اسراف شاهد وراك رايح برا نتصرف لك عند المحامي بالخاف ما دام حال انا قلت لك ساعه اسراف ها قلت لي اسراف قلت لك بنتصرف لك باريك زعما تبديل كوبي 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 بيتبني 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 اسراف هي التبديل تاع واحد يكون عنده 100 باريك زعما اسراف زعما واحد يكون عنده 100 باريك زعما باريك زعما اه يا قول شايف شايف فهمتني شايف هذاك عاودوا واش تقول على الاسراف اشرف واحد يكون عنده 100000 باريكزوم باريكزوم يا ودي واحد يكون عنده 100000 زعما وعنده صوالح في الدار ويكملهم وانت اش دخلك فيه عنده يكمل 100000 وبك تجي على انت تجالا بصح انا نسقسي فيك يا زعيق ربي بيتبني مالك داري بيتبني مالك تقول نضربك سيداتي سادتي هنا ينتهي حلقه مطاف اليوم وانا صاي غادي نكمل وتبقى لاخر هات انت وهضر انت في بلاصتك سيدتي 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 السلام عليكم اشراف هو واحد عنده سومين عنده الوي تستانتي ريت يا وهبروني في تيلي ما هاكي عند الفوطاشي واشتك شكرا زميلي على هذا الموضوع الحساس ولا هو الاشراف اشراف تاني حاجه ماشي مليح كاين اللي دراهم ياكلو كاين اللي عنده ليده متقوبه عنده هنا هذه كوعين ولا كشموها وصباع وطفار منا كاع ما كانش يقدر 100000 راحت الاشراف اخويا يا خويا الخير كاين الحمد لله رانا غايه بلادنا غايه شعبنا غايه والله لا زين استحفظوا ما فيها والو استعفت الاسراف عندك دم 200 عندك 100 فلان عندها 200 في جيبه روح ركود غدوه خسر 50 ما غد خسر 50 ولا فاهم ميل ما قايش طاكسي روح ابي ما قايش ابي دبر فيلو ماكم ماكم كل يوم نسقي بدك بولي طوسي الحلوه ها لا هذا اسراف 200 في جيبه راح لدارهم قاعد يبريق ركض قاع حط راسه في مخده عاودنا عندي 200 روح شراها مش عارف سقايط انا اكل سقايط شتا اكل شتا اكل راك ما تعشيش زيد جيت فني تقعد وانا بروحي كنت نارفه تطلع لي كتوشي الحلوه والونينار وكلش ما قعد نغلي داخل نطبخ نو وشوفوا شعيرة النشرة شو جبت لنا تفضل يا زميلاتي هيا
مرحبا بكم مشاهدينا في حصتكم أخبار الأخبار. أم بلال اليوم جاءتكم بموضوع على البكايات. أيها الإخوة الكرام، إن النديبة والخبيطة على الميت حرام، سواء الميت مات موتة طبيعية أو دخل فيه طرام. عليكم بإخراج الميت بإحترام، بذكر الله ذو الجلال والإكرام، لا داعي للتشرام. كان داير وكان يدينا للزاير وكان يشرينا الناير وكان خاطيه الدبزة والمعاير وربي عليه ما يجيبهاش في الطاير. هذا سلوك مرفوض، هي اللي تقول له نوض وراك غادي، را غادي عن مولاه ورا غادي للترك. قالت لك لا مشي يضرك، ها وينتا كيما تبغي انت ولا انا؟ قالت لك مازال صغير كيتي انا. وهذا هو الشيء اللي راه يعاني منه مجتمعنا. البكايات راهم بالديبلوم، اللي راه باغي يموت بالزعط خير البكايه دوت كوم. نعرفك امراه، روحي عند وحدين يسكنوا حدايا لو كمشي ساميك حدا المرحوم. هو متوخد وهي دايرت له حيحايه، جيت كيفاه نخورتك بصبعه نشوفك نجوم. هو قلبته كربه وهي دايرت له مندبه، قرزيها تحسب شونتير ولا شيخ، خاصها غير القصبه. هذا البكالي كيما هكا حرام اللي يجيب لك خصبه، وتزيد تقول البكايه تعاونوني، تحسب غادي توزعه. وكل ميت الناس بالقران تودعه، هذا مين يجو مخرجينه تنشعه. اخايكم خلوني نشبعه. ماذاك لمات لها ميت في 90 عام، يموت كاش واحد تبان لها فيه اخايك وصل له السلام، حسبته فاكتور. ومين يسكتوها هذاك وين تزيد لك سيراتير. ها كان مولا خصله وهي في بالي كانت نايضه بيناتهم المقتله، ها حوجي موته جاتنا غفله، علاه روح تكون قاعد تفوت معنا غير عطله. وكان ما يديروها كل ما يديروها شت التوم والبصله ما تفطنش، تمتحه تحسب مداحه. ها كان مزردنا من الفلاحه، ها كان معمر الساحه، واشتاكت له غير البارح تلاقيته في الطحطاحه. قالت لهم شفني المقلوع، تضرب 7 ايام مت فينا حتى الاسبوع، يقضبوها المسلمين وجنون. كي تسقسي عليها هذه شكون، تلقاها جاره صاحب ولد خالت مول القيطون. سقسوها على الميت، قال لها هذا كيجي كبواك؟ قالت لهم لا. حماك؟ قالت لهم لا. جارك يسكن حداك؟ قالت لهم لا. وعلى راكي دايره روحك كيما هاك وطايحه في روحك هلاك هلاك؟ قالت لهم ولدي خسر الباك، من زهري زادوا خونولي حتى الساك اللي كنت دايره فيه حدايدي. وين نلقى فرصه كيما هذه نبرد فيها غدايدي؟ واحد محرحر واحد يبكي على الزهر. شكرا زميلتي الشاعرة على هذا الشعر الرائع الذي ألهمتيني وخليتيني نضحك دروك، وحسستيني بلي أنا تاني بكري كنت نقول شعر ونقول مقولات شعبية. ما قالت يا ولدي الخطة تأتي الساعة وتولي. وبدون إطالة نترككم مع نشرة أحوال جوية لنشرة أخبار الأخبار، وزميلتي تفضلي. مرحبا بكم، نقدم لكم نشرة الأحوال الجوية. كما شفتوا سجلنا بعض الغيوم، وهذا خاصة في المناطق الغربية، منطقة سيدي بالعباس بن باديس وولاد ميمون، مرورا بتلاغ بودانس وواد سفيون، وصولا إلى تلموني الكامبو ومنطقة لازون. هذه الغيوم كذلك ستشمل المناطق الجنوبية خاصة منطقة تيميمون. إخواني المشاهدين، نعود كذلك ما ننسوش المناطق الوسطى. سجلنا عفوا مخرج معليش سجلنا كمل سجلنا بعد الغي سجلنا جو مغموم بالغيوم خاصة في العاصمة بومرداس وبن عكنون. تعرفها بن عكنون فيها مانيج دارها. أما الرؤية فنقول لكم خطرة كاينة خطرة ما تكون. ونقول لكم إخواني المشاهدين عسوا رواحكم، خويا انت اللي تسوق الطاكسي وانت اللي تسوق الكميون. اما الملاحه والصيد البحري غادي نقول لكم تبعوا غير القمره والنجوم. واللي ما دارش عليا عباك وين يلقى روحه؟ يلقى روحه في الكاميرون. اخواني المشاهدين، نقول لكم حنا نستنكم تعيطوا لنا في التليفون، هو يدير ترن 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 وحنا نرفدوا عليكم ونقول لكم انت شكون. ونختم بالمعلومات الفلكية،
شروق الشمس رايح يكون كيما البارح كيما اليوم كيما راكم تشوفوا، اما الغروب رايح يكون في العشية من وراء الغيوم. ونقول لكم اخواني المشاهدين الى اللقاء، واستنوني كل يوم مع اخي حميد المهموم. يا دار المخرج اليوم مستني راه حار خاصه يخمون برا. شكرا زميلتي على هذا الاطراء، وانا تاني بكري كنت نعرف الاحوال الجويه، عطينا الطايله وتحمل قايله. وبدون اطاله اخواني اخواتي زملائي الناس اللي تبغيني والناس اللي نبغيكم، ونموت عليكم واترككم في رعايه الله وحفظه والسلام. واتنسيون اتنسيون اتنسيون، الخطه تاتي الزعتر تولي. أختي ما تقعد تزعق، ما تقعد هاد هاد الباب رانا ماشي نوح بالعرق. سلم على عمك، صلت لي شاوة زيد مورك إلا لك. ما تقول لي لا فيك لا فيك، ما عندي ما بغي يطلع لصنديك ما بغي يدخل، راها كاينة غلقة واعرة. لا ما كان والو بوحشر، تدخل تدخل. راها كاينة غلقة واعرة في واحد الموت موت يلا دبر عرس نروحو ناكلو. هم مغرف انا مش لاقيها نشريها بدراهم. ساعفني حميد، هادو عندهم دراهم فيها مش تدي لي كما دي خضرك لينا مبصله. لا ذبحين فرد سيدي ذبحين فرد. اه مليحه اه والله. هيا زهرك زهرك خانتي مانيش شبعان. مليح مالك شبعان. هيا طلع بدل. لا 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 انا عندي بوط. لا لا هذيك بوط على العينين. اه وهذه شوف هذه هادي فيستا فيستا تاع الخضر خويا. اه الخضر الخضر مازال ما طاب. هيا على بالك البكاء نبغي تبكي. صلاه فورها رايحت لي. هو والله ايش ايش عندي سيس. آي هاكا شوفوا هاكا يعطونا البامبا وكل شيء. لا لا حميد عاود هات لك هات لك هات باللي باين باللي تاثر بالمرحوم. لا غادي كي ندخلوا خويا باي هذي 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 يا نوضو أباك شوف يدني ها في يستق. لا 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 أيو أيو روح. شيبان على 70 عام. اه 70 عام الله يرحمك. هادي مالك هادي مازال مقص ولا كيفاه؟ مازال
غادي يشوفوا مواليد ولا يا لا 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 قاعدوا البامبا التمر مكروه مازال مازال حبيب مازال كنت عارف وبنت ما بتجيبوا حيا ما كتشدوا قوتكم ولا غصت تاكلوا قولوا البارح مسكين البارح ما نسيش عليكم كلمة البارح كان معايا ربع شهور في السبيطار هيا البارح ربع شهور يفوت في الخاف الوقت قال ما كوش عابين هذه روح لي اصحى ساعة الخمسة ما فطرتوا وما عاد تحطوا مويا ما شو بالك شواري راه ملاير انا هنا يقول لك الموت ترفد تدي غير لي وردة غير وردة صغير كيما هذا تدي الموت ابكو Tu es Michael. Toutes les preuves disent que si. On m'a piégé. Celui qui me fait porter le chapeau veut me voir dans la tombe le plus vite possible.